ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده هنكمل فاجرانت الجزء الثاني. المره اللي فاتت عرفنا ازاي ننزل فاجرانت وفيرتشوال بوكس، وعملنا كرييت لفيرتشوال ماشين، وكمان عملنا اكسس اس اس اتش وديستروي. خلينا نشرح في الفيديو ده الكلام اللي جوه الفاجرانت فايل وازاي اعمل اديت للسبيكس بتاعه الماشين دي. اول حاجه، لو فتحنا الفايل كده هتلاقوا فيه كلام كتير معمول له كومنت، وده بيشرح السيتنجز اللي موجوده جوه. قبل ما نبدا نشرح، خلينا نعمل الاول كلين لكل الكومنتس دي ونسيب بس السيتنجز اللي احنا محتاجين نعدل فيها. خلينا نبدا من اول الفايل. كل الكلام اللي مكتوب قبل فاجرانت كونفيجر هشيله، وكل اللاينز اللي مكتوب فيها config.vm هسيبها موجوده. احنا دلوقتي شلنا كل الكومنتس اللي احنا مش محتاجينها. خلينا دلوقتي نكتب كومنت بسيط فوق كل سيكشن عشان نعرف احنا بنعمل ايديت في ايه بالظبط. انا دلوقتي قسمتهم لنتورك وسينك دايركتوري وبروفايدر وبروفيجن، واحنا النهارده هنتكلم عن الجزء بتاع البروفايدر، فاعمل له ان كومنت وتعالوا نخليه في الاول بما اننا هنبدا بيه. طيب ايه الكلام اللي مكتوب جوه الجزء بتاع بروفايدر؟ اول حاجه انا هنا بقول له config.vm. vm دي البروفايدر اللي انت هتستخدمه هو فيرتشوال بوكس، فانت عشان تعمل كرييت لفيرتشوال ماشين هتستخدم فيرتشوال بوكس، هو ده البروفايدر بتاعك، وده اوريدي موجود باي ديفولت. طيب هو انا ممكن استخدم بروفايدر تاني؟ طبعا ممكن، بس هحتاج اعدل شويه حاجات. اول حاجه منهم هي الايمج دي. لو فاكرين لما رحنا جبنا الايمج جبناها من الويب سايت بتاع فاجرانت، فجينا هنا واستخدمنا ايمج من دول. طب انا لو عايز ايمج البروفايدر تاني، هنفترض مثلا ان انا بستخدم VMware، فاجي هنا اقول له عايز image ال VMware واستخدم image من الايمجز اللي هنا، او ممكن كمان استخدم دوكر، اجي هنا كده واستخدم دوكر واستخدم برضو اي image من الايمج دي. بس الايمج مش الحاجة الوحيدة اللي انا محتاج اعدلها، في حاجة تانية محتاج ازودها بعد كده لو انا هستخدم provider تاني. بس خلينا الاول نكمل مع virtual box وبعد كده هشرح على provider تاني. بعد كده هنا بقول له GUI equal true، وده هيخليني اكسس الماشين من الفيرتشوال بوكس نفسه، هيفتح لي التيرمينال من الفيرتشوال بوكس نفسه بدل ما كنت انا بستخدم فاجرانت SSH عشان اكسس الماشين دي. واخر حاجة هنا مكتوبة الميموري 1 جيجا، تعالوا مثلا نخليها 4 جيجا ونعمل سيف ونروح نعمل فاجرانت اب. لو خدتوا بالكم المرة دي هو فتح لي فيرتشوال بوكس نفسه والماشين راننج عليه، ودلوقتي انا مأكسس الماشين من غير ما كونكت SSH. اليوزر نيم والباسورد فاجرانت كلها سمول ليترز. تمام، انا كده جوه الماشين. طيب لو انا عايز اعمل ايديت في السبيكس بتاعت الماشين دي من غير ما اعملها ديستروي، تعالوا نقفل ده كده. هو كده اوريدي عمل سسبند طالما انا قفلت من الجي يو اي، بس لو انا هستخدم التيرمينال هقول له فاجرانت سسبند، هي اوريدي سسبند. ولو رحت على الفيرتشوال بوكس هلاقي الماشين سيفد، وتعالوا نخلي دي مثلا 2 جيجا عشان اخليه شغال الماشين تاني. اقدر اجي هنا واقول له فاجرانت ريزيوم، بس ده مش هيعمل ابلاي للابديت اللي احنا عملناه في فاجرانت فايل، فعشان اعمل ابلاي للابديت ده هقول له فاجرانت ريلود.
تمام كده اشتغل. ولو رحنا على الفيرتشوال بوكس هنلاقي هنا الميموري بقيت 2 جيجا. طيب تعالوا نجرب حاجة تانية. خلينا دلوقتي نعمل Vagrant Destroy. وتعالوا نستخدم Provider تاني. تعالوا مثلا بدل هنا Virtual Box نقول له Docker. بما ان Docker مفهوش GUI فانا ما ينفعش يكون عندي اللاين ده. هيعمل لي Error. وتاني حاجة ما ينفعش احدد الرامات اللي انا هستخدمها لو انا بستخدم Docker. وقلنا ان احنا محتاجين نغير اسم الايمج. فتعالوا نروح على Vagrant Boxes كده وتعالوا مثلا نستخدم CentOS 7. الحاجة التانية بقى اللي انا محتاج اعدلها هنا جوه البروفايدر مش بس الدوكر، لازم احط له اللاين هنا. بما ان ده operating system فاضي زي ما انت بتعمل pull للامج بتاعت الاوبونتو، لما بتيجي تعمل لها run الكونتينر بيشتغل وبيعمل exit على طول، فهو هنا برضو هيعمل error لان هو مش هيقدر يخلي الكونتينر شغال. فعشان اعرفه ان انت مش محتاج تخلي الكونتينر شغال لازم اجي هنا اقول له remains underscore running equal false. اللاين ده مش هتلاقوه مكتوب by default فلازم انت اللي تكتبه. وهعمل save وهقول له vagrant up. هو عمل ايرور في الاول عشان يأكد على موضوع remain running false، ولما عملت vagrant up تاني عمل create. فلو جيت هنا وشفت الدوكر images هلاقي فيه image CentOS 7 اللي احنا عملنا لها pull. ولو رحت اعمل docker ps-a هيجيب لي الكونتينر اللي اتعمل لها exit، وهيبقى من ضمنهم برضو في كونتينر لسنتوس 7 واتعمل له اكزت على طول اول ما اشتغل. وممكن برضو اجي اقول له vagrant destroy. زي ما انتم شايفين هو ما عملش ريموف للايمج، هو عمل ريموف بس للكونتينر. ده كان فيديو سريع عن Vagrant Provider. استنوني في الجزء الثالث هنتكلم عن النتورك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، مع السلامة.